قراءة في أبرز اهتمامات الصحف العربية الصادرة الثلاثاء نستهلها من مصر، حيث توقفت صحيفة المصري اليوم عند قرار الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم، وذلك بسبب الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر. وارتباطا بتداعيات وباء كورونا، أكدت صحيفة الوطن على أهمية قطاع السياحة ودوره المحوري في المساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي، مبرزة أن فرض حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي جائحة كورونا ستكون له عواقب وخيمة على قطاع السياحة في مصر الذي كان قد بدأ يتعافى من الأزمات السابقة. وفي الأردن، سلطت صحيفة الدستور الضوء على تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يشير إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على الأسلحة نما سنة 2019 إلى 1917 تريليون دولار، مبرزا أن الإنفاق العسكري ارتفع في السنة الماضية بنسبة 3.6% مقارنة مع سنة 2018، مسجلا أكبر نمو سنوي منذ عام 2010. وفي لبنان، كتبت صحيفة النهار أن مشهد التأزم الاجتماعي الخانق والأخذ بتصاعد دفع إلى العودة الكثيفة للانتفاضة في نسختها الثانية عبر التجمعات الشعبية الاحتجاجية، متحدية كل أخطار خرق الإجراءات الوقائية التي تفرضها أزمة انتشار جائحة كورونا.